وينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي. دكتور محمد، بعد التحية، شراكة اقتصادية مع رواندا خلال هذه المرحلة، تبعات هذه الشراكة وانعكاستها على الصعيد الاقتصادي المصري والرواندي. بداية برحب بحضرتك والسادة المشاهدين. احنا طبعا بنشوف علاقات متميزة ما بين مصر ودول دولة رواندا اللي هي بتربطنا بيها الشريان الحياة من دول المنبع للنيل، نهر النيل. طبعا احنا في علاقات متميزة، ويمكن بتشوف النهاردة المزيد من الاتفاقيات التجارية. احنا بيمتاز العلاقات التجارية ما بيننا وبين رواندا تقريبا تخطت ال 23 مليون دولار سنويا. يمكن مصر بتمتاز فيها بالجانب بتستغل الجانب الاكبر في الصادرات المصريه للسوق الرواندي. طبعا بيلاقي المنتج المصري رضا وقبول عند المواطن الرواندي، ويمكن احنا بنشوف ان مصر بتتبادل او ليها الباع طويل في دوله رواندا بنمدها من خلال الاستشارات الفنيه او دعمها في اقامه السدود والمرافق العامه. يعني بصفه عامه يمكن بنقول ان سياده الرئيس دايما بيضع على كاهله العبء التنميه الشعوب الافريقيه، ان من ضمن هذه الدول طبعا رواندا اللي بتمدها مصر بقطاع كبير من شركاتنا في القطاع الخاص لدعم قطاع الانشاءات والتعمير في رواندا. فكل هذه الدول يمكن من ضمن المشروعات الهامه المشروع ربط بحيره فيكتوريا بالبحر المتوسط اللي هو قدمته الحكومه المصريه للحكومه الروانديه، وفي مجال او في مدار الدراسه، ويمكن قريبا ان شاء الله نسمع عنه اخبار جيده. فكل هذه الامور تاتي في اطار علاقات متميزه تربط ما بين مصر وكافه دول القاره الافريقيه، وبالاخص طبعا دول حوض النيل اللي بتربطنا بيها علاقات تاريخيه وبتربطنا بيها علاقات اقتصاديه، ان احنا بتجمعنا مع رواندا ان احنا في تجمع واحد دول الكوميسا، واخيرا الدول الاتفاقيه القاريه لقاره اوروبا لقاره افريقيا. نعم، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن دور مهم للقطاع الخاص وضرورة تيسير الاستثمارات في رواندا. برأيك أهم مجالات التعاون الواعدة للاستثمار في الفترة المقبلة؟ طبعا احنا مصر القطاع الخاص عندنا بيتميز في الشركات الانشاءات او الاتصالات، واللي يمكن في مجال الري والاتصالات التكنولوجية. كل هذه الامور بتفتقر اليها رواندا وبتحتاجها لتنميتها او خلق تنميه مستدامه تفيد بها شعبها. ويمكن مصر كان لينا السبق في 2015 بدخول 9 شركات لدوله رواندا عملت في مجال الانشاءات والتعمير، واعتقد ان المجال النهارده مفتوح مع العلاقات المتميزه اللي بتربط ما بين الدولتين. المجال مفتوح للقطاع الخاص اللي طبعا بيعول عليه ان هو بيكون اكثر ايجابيه واكثر سرعه من القطاع الحكومي في تنفيذ هذه المشروعات، ويمكن استفاد الخبرات في السبع سنوات الماضيه اللي بنينا فيها الجمهوريه الجديده. القطاع الخاص ازداد خبره في تنفيذ هذه المشروعات. اعتقد ان هيكون لنا دور كبير ودور فعال لخدمه ولتنميه شعوب دوله رواندا، والاستفاده بالطبع للقطاع الخاص والاقتصاد المصري من جهه اخرى. نعم، دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.